تبارك الله، شوفوا ما شاء الله منويه بغيتكم تبارك الله بهذه الطريقه. وانتم تبارك الرحمن، شوف ها كديري هكا هي كتستعمل كتحل منويه راسها تبارك الرحمن. السلام خوتي، كيداير لاباس؟ مزيان هانيين. معكم فيديو جديد اليوم ها خوتي، غادي نصايد المنويه ونوريكم الطريقه المنويه ديالي الصحيحه كي داير. كيجي ما شاء الله تبارك الرحمن زوين. كيداير نتوما هانيين؟ شكرا لكم على الكومنتات، شكرا لكم على المتابعه، شكرا لكم على لايك، ومنساوش هذاك الجار فاشتو كما بقى كيصوني اخوتي، صوني صوني الله يجازيكم بخير. وشكرا، مرحبا بالناس جداد وبالناس القدام دارهم، ومرحبا بكم كامل. شكرا جميع الدول كنشكرهم بزاف، الجزائر، تونس، مصر، تركيا، في اي دوله في اي دوله انا كنشكركم كلكم جميعا. شكرا، كنشكركم شكرا جزيلا زازين اخوتي. شكرا لجميع الدول كلهم، شكرا لكم. هانتوما معايا دابا اختي، انا عندك هنا 2 كيلو ديال الطحين، شويه ديال الملح، شويه ديال سنيده، والطاسه ديال الماء هذه عامره حتى الفم، عامره شط منها غير شويه. خلطت كنت نخلط وجلط دابا، خلطتها وما صورتش معاكم، هانتوما اختكم اللي تعبت ليك نبلتها. المهم اللي فيا ما هنا لي، واخا راه يدي ضاريني اللي فيا ما هنا لي خوت، الا ما درتش هكا ما يعجبنيش الحال. الا ما عطيتهاش هكا تشوفوا الملوي ان شاء الله معايا كي كيجي ما شاء الله تبارك الرحمن، كيجي زوين. كنفرق على جوج مرات وكنعجنها، كيجي تبارك الله زوين. خوتي انا دهنتها بالزيت باش ما كتلصقش في الميكا، كتخليوها ترتاح واحد الشويه باش تترتاح، عاد كنقطعها. مشكلة تبارك الله راه فيه صلاة عندي كتعطيها الملوي، إلا ما وجدت لها الزبدة ديالها، إلا ما وجدت لها الزيت ديالها، بقا ديك لها الأمور ديالها السميدة. إيوا غادي هنا معاكم، ما غاديش نلوي هنا، كنلوي فوق البوطاج، أنا غير كنعجن في الأرض، ولكن ملي كنمشي كنطحن فوق البوطاج. يلا بلاتي معايا، شوفي كيف كتجبد ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الله، مقطع ما شاء الله. انا كيعجبوني اخوتي المنويات كبار، دابا غنخليهم هكا باش عاد نعمرهم من الوسط. هذه شويه ضعيفه نزيد فيها، حصلتها ضعيفه زيد شويه نتاع شويه القوه. دابا نحسبوا شحال درنا من الملوية، جوج كيلو نحسبوا شحال درتنا من ملوية كبيره، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه كبار. غنبداو ان شاء الله، غنبداو نديرو نبركو فين هو الزيت، سمحوا لي عفوا مشيت للسمدة هي اللولة. بسم الله، هنا كنديرو الزبدة، وهنا كندردرو السميدة، وهنا كنعطيو شوية ديال الزيت، وهنا كنطويوها. ماني مع السميدة كنمشي ليها خوتي، هي الأولى صحابني زيت، خاصني نبدلها البلاصة. مش مبقاش نتلفها كاع، تبارك الله المنويات خوتي راه كبار، صلا عندي الفرحة الفرحة عندي كبير ما شاء الله تبارك الرحمن. دابا نخليهم مغطيهم بابي سلوفان، وغادي نخليهم نبدا عاد ندير باش يطلقو.
يوسف ما شاء الله تبارك الله تبارك الرحمن كبير ديال الدرج القلب ديال الدرج القلب اللي كاع داك الصغار كنشي كبير وكنتهنى كتبرقوا خوتي هكا هكا هاد الجنب هما اللي مهمين باش ما كيجيوكش مضاقصين هما هادو كطلعوا بالزبده من بعد كتدردوا السميده هكايا ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم بارك وهكا كتلوي ايوا الله يجعل البركه اجي عاوتاني لهنايا هادو هما المهمين شتي هادو الا ما تبرقوش هادو وما بانش ما بانش هذاك هادي اش نقولوا حنا نقولوا لها الطبله ونتهنا طاولات العمل تتبان طاولات العمل هذا هو المال ديال الشباب تبارك الله تبارك الرحمن كتبقى تابعك تبارك الله هذا ما تعذبي ما بال اختي شوفي اختي كتبي لي في الكومونتير اللي بغا خوتي الطريقه ديال الملوي كيفاش وغادي نقول لكم ان شاء الله كتبوا لي في الكومونتير ومرحبا بكم نوريكم الطريقه الرافقه ديالي الناس كيكتبوا كيكتبوا لي زعما كي راه مهتمين اخوتي قلتوا لي على الملوي على الملوي اخوتي بزاف مع المشاهده ومع اللايك ديالكم مع الكومونتير الزوين ديالكم ما شاء الله طاولات العمل اخوتي البوطاجي سالينا طاولات العمل طاولات هذا قوا قوت نكلبوا على الطبله نقولوا تاهي طاولات العمل طبله اخوتي راه ماشي نشكر لكم من الوليد من الوليد البنه في الصبيعات ما شاء الله تبارك الرحمن ماشي نشكر لكم من الويا انا تبارك الله تبارك الرحمن معلماني الوالده وواحد صاحبتي وراتني الطريقه الله يطول عليها بالخير هنايا انا كنشكرها بزاف انا كنت كندير غير اسمي الطحين بالزيت من جات هي قالت لي ديري هذه الطريقه غادي تخرج لك زوينه وفعلا هذيك الطريقه خرجت لي ديال الزبده والسميدة الرقيقة والزيت خرجت يا سلام خرجت زوينة الطريق تبارك الله كيجي مفرك صلاح عندي كنت كدير ليا الملوي ما شاء الله تبارك الله الله يعطيك الصحة اختي تعلمتيني وشكرا ليك بزاف الله شوفوا ما شاء الله ملويه بركم تبارك الله في الطريقه وانتم تبارك الرحمن شوف هانت كديري لها هكايا كتستفز منها كتحل ملويه راسها تبارك الرحمن هانتوما خوتي تبارك الله الضوء مكيبانش مزيان مقارنة ما مكيبينش هانتوما تبارك الله هانتوما من بعد كتهز حط ما شاء الله تبارك الرحمن هانتوما هاد الشي ما شاء الله هادي هي جوج عطيتهم الزيت طفي راه عامر بقيتو هادي ياك برا هاي غاتكسر ها الملوي ديالنا تبارك الله تبارك الرحمن ها هو كنسكم تبارك الله الطريقه اللي بغات الطريقه يكتب لي في الكومنتات ندير نقول لك الطريقه كي داير هانتوما تبارك الله الرحمن كنقولو زين ها مكرمل زوين دابا حنا خوتي هنايا سالينا السلام عليكم شكرا لكم على الكومنتات شكرا لكم على ما تنساوش اخوتي داك الجرس هضر معكم تامر خدامة نقول لكم من الصباح نديركم صوني صوني عليه الله يسهل عليكم وشكرا لكم بزاف وانا كنشكركم مرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس قدام دار داركم انا بديت كنقاد لاحظوا فيا بديت كنقاد يلا باي باي عليكم السلام عليكم باي باي